pas vrai. Ça fait vraiment du bien. Wallah l'adim. Chhal hadi ma darta franchement, à vrai dire chhal hadi ma darta taqriban menni. Ouais, ça fait longtemps ma darta. Walakin daba fach darta franchement. Top. Routine chaque samedi matin. Surtout le samedi au cours de la semaine, ce sera pas possible parce qu'on doit khedma à 8h. Du coup, c'est pas possible. Samedi, dimanche quand dirou la grasse mat, yani c'est pas possible, mais bon pour samedi ça fait. Je reprends le rythme. Yalla, dabba nmchiou l'dar pour une très bonne douche. Ces douches tkounou wara. Allah,
j'ai hâte. Au même temps, nous t'as pas comme ça. Je pense que quand on a toi, c'est pas. Parce que nous n'avons que 30 minutes, 45 minutes. Dis la sur 8. Oui. Quand. Let's go. Talk down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life. Ta-da! Ma tête après la douche. À tout de suite, nous allons dire douche, tu douches, tu as tu douches. Yes, salam. Magnifique, Arab. Ça fait du bien, là, franchement. Ça fait du bien. Alors tout d'abord, nous allons dire de partir manger pour Tchadia, dimanche, قد Tchadia, au moins bête, dimanche, ça y est, Ferrati. Alors, laissez vous m'aider, de nous recommander qui vous can قد d'exchiffre la jambe, l'habitude que tout d'exchi. Ou à dire laissez vous m'aider, de chauffer qui vous allez قد d'exchi. Après, dimanche, قد Ferrati. Juste, t'allah au frasna, le moral, fudar ou Ferratna, comme toujours. الوغ هنا اول حاجه كنبدا بها هي البيض كنغسلو انا بالخل ضروري قبل ما كنديرو في الثلاجه كندير له شويه ديال الماء وقطيره ديال الخل تقريبا شي ربع كاس ولا وكنخليه كيترقد واحد 5 ديال الدقائق ابري كنديرو كنديرو يتقطر باش ينشف لي مزيان بلا ما نمسحو بلا حتى شي حاجه وكندخلو للثلاجه من بعد كندوز نيشان نسته في الخضره بالنسبه للبطاطا والبصلانه كنديرهم في الثلاجه دوبي توجور وعائلتي كامله كديرهم في الثلاجه يعني عادي كنديرهم في الثلاجه ما كيطرا لهم حتى شي حاجه سورتو في هذه الثلاجه هذه كاين داك المجر وحتى في الثلاجه القديمه صراحه كنت كنديرهم في المجر يعني كيبقاو ترونكيل وشوفوا دوك السلات البيضين اللي كانوا عندي ديال الثلاجه القديمه جاوني نيشان في داك المجر عرفتي فاش دخلوا ثلاثه جاوا غزالين فريمون جا زوينين صافي هنايا استفت البطاطا حيت ديك البطاطا اللي قديمه باش نبداو بها هي الاولى شفتوا النظام في كل شيء حتى حاجه ما كتنسى هي رجعتها هنايا دابا غادي ندوز نيشان البروكولي وبحال دابا البروكولي والشوفلور وهاد الحوايج بحال هكا اللي كيكونوا دغيا كيخسروا وكياخذوا الوقت باش يوجدوا دو بريفيرونس تبقاو تقطعوهم بحال هكا كيما غادي لهم انايا انا كيبقى عندي كيبقى انتاكت كنقطعو هكا وكنديروا يتسلق بشويه ديال الخل سيتو شويه ديال الماء وشويه ديال الخل صافي كنسلقوا واحد 5 ديال الدقائق غير اون فوا كتطلع فيه ديك الغليه سي بون كنحيدو صافي باش كيبقى لي مزيان بالحاله حتى شي حاجه اللي كتطلع فيهم الغليه كنصفيهم وكنديرهم في الفريغو كوم سا كيبقاو عندي انتاكت كيكملوا سيمانه كامله بلا ما كيخسروا بلا حتى شي حاجه وفوقاش ما بغيتهم كنجبد منهم لا كونتيتي اللي بغيت فوالا هما دابا 5 دقائق غير بالماء والخل سي تو معلقه صغيره ديال الخل وهنا بالنسبه للبنان غادي نبارطاجي معكم هاد لاستيس هادي زوينه ضروري ما تمسحوه حيت كيكون الغبره وهذا كيكون مغبر شي شويه وكناخذ شويه ديال بابي سولوفان ولا ساشي اللي بغيتو وحاولوا تشدوا له داك الراس ديالو هذيك هذاك فين مجموع كامل حاولوا تشدوها وتزيروه تما كاينه مزيان كوم سا كيبقى مده طويله ما كيخسرش دغيا وديك البلاصه ما كتعفنش وما كيبقاش يجي له داك الناموس عرفتوا داك الناموس اللي كيكون صغير كحل دبان صغير دي فوا بحال هكا ملي كتكون البنان ولا كيبقى يتجمع له ملي كندير له هاد لاستيس هادي ما كيبقاش يدور به كاع هذا الخبز كناخذو كنشريوه من عند الناس اللي كيبيعوه واحد السيده كتكون كتبيعو ديما باش كيبقى عندي في الفريغو كنحتاجو بحال هكايا في الفطور كناخذو كنستفو في داك الساشي وحده فوق وحده وكنديرو في الكونجيلاتور حتى هو كيبقى لي كيدوز لي لا سيمين كامله وملي كنبغي كنسخنو خلاص غير في الفران ولا في هذيك ديال البانيني بحال يلاه تصايب وحق الله غزال هذا احسن من الخبز ديال المخبازه
مشيت تقدي التفيرات قدي الحاله صافي وجيت دابا غادي نصايب واحد العشيوه 5-5 ولكن ما غاديش نبارطاجيها معاكم دابا غادي نخلي الفيديو الاخر نلوحو يا اما الغد ليه يا اما ابري بنهار المهم غادي نصور دابا العشاء اللي غادي نصايب باش تبقى لكم بحال هكا لا غوسيت تبقى لكم في الفيديو بوحديتها وحتى هذا ما يجيش طويل حيت واقيلا غادي يجي طويل المهم الا عجبكم بحال هاد لي فيديو هذا قولوها لي غادي نصايب واحد العشيوه مانيفيك حد الطبيله وداكشي راكم عارفين خلاص لو سامدي ضروري ديك الجليسه انت وراجلك الراس في الراس وخا يكون عندك الوليدات خرجيهم في العشيه ديهم البارك ديهم يلعبوا يجيو عيالين دوشي لهم ونعسيهم كونسا تكسي انت وراجلك ما تنساوش تخليو ليا لايك الا عجبكم الفيديو نتلاقاو في الفيديو الجاي باي باي لوف يو